وللمزيد حول فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الحوار السوري السوري ينضم إلينا من مكان انعقاده في بلدة عين عيسى السيد سمير الهواش، عضو المجلس السياسي في مجلس سوريا الديمقراطية. سيد سمير، مرحبا بك، هل لك أن تضعنا في أجواء اليوم الثاني من فعاليات الملتقى، وما هي أبرز المواضيع والقضايا التي تطرق إليها الحضور؟ تفضل. أهلا فيكم. الحقيقة اليوم هو اليوم الثاني، هو تتابع للحوار اللي ابتدأ امبارح. اليوم الجلسة افتتحت بموضوع الدستور السوري بمحاضرة كاملة من رفيق سيهانوك ديبو، محاضرة قيمة جدا، وصار عليها مجموعة من المناقشات على موضوع الدستور. انتقلنا حاليا إلى موضوع مناقشة موضوع حقوق المرأة والمواضيع النسائية. حاليا الأمور ماشية بوتيرة كتير جيدة، النقاشات كتير جيدة، الأجواء كتير طيبة. ملاحظات اللي عم تنحط هي ملاحظات قيمة جدا، فحوار كتير كتير كان شامل وجيد. نعم، وفيما يتعلق بمخرجات المؤتمر سيد سمير، متى ستعلنون عنها؟ مخرجات المؤتمر إن شاء الله حتكون بنهاية المؤتمر، يعني بحدود الساعة 8 مساء اليوم، حتى تكون نهاية كل تناقشت كل المحاور المحطوطة وموضوعة، وحيكون حتما في بيان ختامي حيكون واضح وشامل وفي كل المعطيات اللي تمت مناقشتها خلال اليومين بالمؤتمر. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات. السيد سمير هواش، عضو المجلس السياسي في مجلس سوريا الديمقراطية، حدثتنا من عين عيسى.